هكذا بدأ المشهد في القاعة الرئيسية لمكتبة الأسد الوطنية بتكريم الفنان الكبير الأستاذ دريد لحام وسط جمهوره وأهله برعاية وزارة الثقافة والحزب السوري القومي الاجتماعي. رعيت هذا التكريم لأن لدريد لحام قيمة فنية ورمزية كبيرة ليس في سوريا وحدها وإنما في العالم العربي، إذ أثر في الحركة السينمائية والفنية عموما والتعبيرية بشكل أدق على الصعيد العربي، جاية لفنانين كبار، كتابا ومخرجين وممثلين وملحنين، لكنه عرف كيف يبرز أعمالهم. كرمت بأكثر مما أستحق بكثير، سواء بالأوسمة أو بمحبة الناس بكفي يلي هي بتخلينا موجودين. التكريم مثل بيعطيك مثل حبة الفيتامين، مثل حبة الفيتامين سي، بتعملني ترجع بتحمسني أكثر وبتعطيني قوة أكثر. بالتأكيد هيك يا قلبي، وشكرا يا ويعني بهذا التكريم بنحس إنه ما زلنا موجودين على الساحة. كبر قلبي اليوم بالتكريم لأنه حسيت أنه تكريمنا لرفيقنا دريد لحام هو تكريم للمجد وللكرم في هذه الأمة. الحفل تضمن عرض برومو عن مسيرة الفنان القدير، إضافة إلى التكريم الذي جاء عن مسيرة حياته وعطاءاته الفنية والإنسانية. يعني ما فيني أقول لك قديه أنا اليوم سعادتي سبحان الله مبسوطة وسعيدة جدا أنه بهذا اليوم أنا موجودة بسوريا، صادف بحكوني أنه اليوم تكريم للفنان القدير الرائع المبدع اللي أنا بحبه كتير من قلبي يعني دريد لحام. بدي أقول له الله يطول بعمرك، أنت الفن الخالد، أنت القامي الكبير اللي نحن منعتز ومنفتخر فيه. تكريم الرفيق دريد لحام هو نوع من إعادة التثبيت بأن الفن له دور أساسي في المقاومة، في التحرير، له دور في تماسك المجتمع. نحن نعلم الرفيق دريد لحام هو أحد كوادر الحزب السوري القومي الاجتماعي القدماء من الرعيل الأول كما يقال، ونحن إذ نكرمه هو نحن نكرم أنفسنا، نرفع رأسنا فيه سوريين. وأنا هو أول ما اكتشفني الأستاذ دريد بوين الغلط، كثير مبسوطة اليوم وللتقدم أحسن. فنان دريد مرتبط بقضايا وآلام الشعب، واليوم نحن عم نكمل مسيرته، نحن أعضاء يعني أصدقاء التراث الدمشقي محافظين على تراثنا بكل عاداتنا بتراثنا اللامادي بكل هازيجه وطقوسه الجميلة. طبعا نحن اليوم بحفل تكريم الأستاذ دريد لحام، الفنان الشهم الأصيل اللي بيحب شعبه، الشخصية البسيطة اللي عادت تأثرت فينا من صغرنا. الفنان دريد لحام اسم كبير يختصر مشوارا كبيرا من العطاء، ومدرسة فنية أثبتت حضورها على الساحة المحلية والعربية.